غني منك كويس. منير منير ها ها. هو ياكل فلفل اكل ده هذا. مية مية فلفل. ها ها. بس زيادة زيادة. إيه. للحين عرف زيادة. أربع حبة زيادة. صح. خلاص هذا واحد حبة واحد حبة يلا يلا. أخو فيصل يا ولد يدق في ذا الفلفل دق رمح. يا ولد. تراه يقلدنا يقلدنا. يقلدك يقلدك. ايه اعطيناه ست حبات فلفل. انا شكر. شكر؟ شكرا يا حبيبي شكرا. ازهل. في غرفة؟ ازهل. بيجي لها وقع ذي الليل. ها جيب غطاها. وينه؟ انا لا. الله يكثر خيركم. عافية. الله يعافيش يا خاله موضي. سلمي. خليش عيالش. وبناتش. بناتش يكثر خيرش. طول عمرش. تعنف داش. انت لعبت في ام اللهجه هذا الحين. ايو الله يا قلبي يا ويلي انت ايش تسوي سويت لعلي العشرة ينساها قلبت عيونك ومن صدق بتشاها الله لا يهينك على عرسك يا حبيبي انت حيك حيك هناك جلسة بالخارج لكن ولي ولي يا عيونه يذبحني يا عيونه قلبي عمري يا عالم وبحال مجنونه ابو دنعه زرى ليله خلى الدمع من عينه صبوا لي من الفنجان من الذله يا عنون تتصور الصوت اللي هو بالطبخ اتوقع ولا هي حطوها هو بس صوت ولا سمع خلوني احب راسي مرة ابداع سريع عطني الشاي سريع معليش هذا ابو نايف هذا اكرمه وسلمه واحفظه لامه عبد العيد مرحبا يا ديبا اليوم اليوم انا في الجم والله واضح اصلا من يا ورع اقسم بمن احل القسم لا انزل عليك ترى انا مشيتك وعديتك واخذت مني ولا اعطيت وطلبتني في شيء واخذيت كل شيء وسامحتك لاني بحبك تماديت وامسيت لي واصبحت في الصبح مو لي بلا سبب وان كان اخطيت اخطيت يوم هدي ضميري وحي غروك قدح الفلاش تناسيت ان الفلاش يموت بحضره الضي شبيت نارك في حماي تدفيت ما تدري ان صالي الواهيبها في والحين نارك كانها نار كبريت وانا بحر والبحر ما ضره الكي شوف نار راس العود ان كان شبيت وتهنا له ولعت قطره المي امشي العب امشي القزيده ذي لي ها سب يا ربي ليه انا يعني تقصد انا في دمك والله انت جي والله انت جي لبهر لبهر خذ له بس فك 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 واحد اثنين ثلاث ها ايه ربي ترجع والله ترجع يلا قوم 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 الحمد لله على السلامة الله يسلمك 50 ريال والله ما معك من نقاطك من نقاطك 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 يا
مشعل مشعل ابو جابر فقلت خطبت الكاف على فراقنا قالت ماذا الله ذلك ما جرى لقعدنا على الطريق واشتكي واقول مظلوما وانت ظلمتني لقعدنا على الطريق واشتكي واقول مظلوم وانت ظلمتني انت اسكت على الطريق واشتكي الله طوري هنا واحسدك ساتن تقبل ثغرها هنا أبيها وأمها إذا حدث بالكلام المغمغم أحسد كساتين تقبل ثغرها أحسد مسواكا تدرج بالمني هنا 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 واقول مظلوم وانت ظلمتني وحلفت انك لا تميل مع الهوى اين اليمين تركتني حيران غصا نائما أرى النجوم وأنت في عيش هاني شفت الفارق قول البيت اللي قبل شفت الفارق صندل انت صندل صندل سطح الفندق سطح الفندق جلسة طربية جميلة جدا واشكر الله لا 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 اكسر يدنا شاهي لا اكسر يدك شاهي شاهي وهذا لك وانت انا بسوي الحين ما سويت لا مشعل مشعل والله ما عاد اشرب منك خلاص لك تعال تعال اعوذ بالله والله مشعل خل هذا هنا عندك اللي بياخذه بكسر يده علمك كذا قول له ما بكسر يدك في سروال حاله جالس هناك أوه سعود مساك الله بالخير وش حالك ماجور والسلامة كيف أنتم أنتم عافيكم طيبين طيبين طيب الله فيكم مجورين كل حالة لا حال بكم شر مساك الله بالنور ما أقدر على حسب أنا أقيس على حسب الطقم إذا طقمك خايس ما نعطيك شيء تفضل على الله تفضل على الله توكل لا معليش معليش علمنا سلامة يقول ما نيب عند أبوك لا تنهى ولا تامر علي علي رجال أطلق لي شوارب كالرقصار مردة ألا ألا أنت تقول ضلوعي تحط بها وأنت محتطب ما أدري إيش تقول يعقوب أو قلها مسامس لا الحين نقدر نعطيك اثنين ترتيلا بدون جبن خلاص شوف ال إحنا كوفي شوف الكافيتيريا يبي أنت منعتني حسبتك تطلب قهوة طيب أوكي مهيتي
مويتو؟ لا احنا عندنا قهوه، قهوه وشاي بس. اوكي نرجع من جديد نعيد ال... طول انا. السلام عليكم. سلام. اعتبرني ماني بلابس قميص. خلاص. مساك الله بالخير، اثنين تورتيلا جبن بدون كاتشب. معلش طقم خايس ما اقدر اعطيك شيء. السلام عليكم. السلام عليكم الله. الله يسلم. بالله اثنين تورتيلا جبن. برضه طقم خايس لا تتكلم. لا. طب يعني افسخ حنا. اوه لا انت لابس جيد جديد. جيد جيد. حياك الله. احنا ايش سوى ايش سوى؟ اثنين تورتيلا بدون جبن. لا هذا بالكافيتيريا اللي جنبنا احنا ما نبيع. طيب انا جاي ليش من البدايه ما علمتني ما تبيع؟ لا انا كنت اتكلم عن طقمك. حلو. بس عندنا احنا قهوه. حلو جاهزين؟ جاهزين. طيب يقول المثل لسانك صانت انصنته صانت ونخنته خانه. والشاعر ايش يقول؟ هذا هذا الزمن يبغى له لسان دلال من يستحيها الوقت واعز فيه. قارن بين الجملتين وجهة نظرك الشخصية في هذا الموضوع. طيب شوف يا طالب والسلامة الشاعر أنا أشوف أنه قالها بموضع من المواضع حلو فما ما تقدر تعممها لكن المثل تقدر تعممها حلو لكن الشاعر تلقاه هو قالها يعني على موقف واتجاه معين فعلا في بعض مرات بعض الاحيان لازم يكون لسانك لسان يعني دلال إيه عشان تقدر تاخذ حقك عرفت ياكلونك بالصوت تاخذ الدنيا غلابه يعني اي يعني ياكلونك بالصوت وانتهى لكن لسانك احصانك انسنت صانك من ناحيه انك ترى صدق انك تكون على قولتهم قوي بالحجه لكنك يكون الالفاظ اللي انت تقولها ما فيها الفاظ نابيه ما فيها شيء يقلل من قيمتك ولا شيء يغضب الله سبحانه وتعالى ويغضب الناس. كلام جميل. مسفر لسانك احصانك انصنت صانك ونخنت خانك مقوله وايضا هذا الزمن يبغى له لسان دلال من يستحيها الوقت واعزتي. اتفق مع الاول الثاني ما اتفق معه. عطنا وجهه نظرك. وجهه نظري ان لسانك احصانك انصنت صانك ونخنت خانك هو صحيح. لسان اذا فلتته اذا ما صنت لسانك وطلعت الكلمات المفردات المقبوله اللي ما منها اثر لا فيها تجريح لا فيها شيء فهذا يعتبر انك صنت لسانك فيصونك انت كرجل يصونك ما حد يطمر عليك من الباب للطاقه يتكلم عليك الا انك متكلم على احد هذا ان صنت وان خنت خانك اللي هو اذا خنت لسانك انك جرحت في مشاعر الشخص الثاني ولا تكلمت عليه ولا سبيته ولا سبيت ربعه فوش يكون رده الفعل؟ رده الفعل وشي؟ رده الفعل انه بيجي بيسبك وبتكلم يا غبي يسكت خلنا نتكلم اسلم ادري يا اخي انت اجتماع هذا ما اختلفنا اجتماع ولي امور هذا جيابه ما ادري وشي المدرسه يعني لا مرشد طيب وش احيانا في بعض المواقف لازم ان لسانك يطغى اوكي انا قلت لك في الواحد يصون لسانه اذا خنته إذا تكلمت على شخص تكلمت على ربعه بيسكت؟ لا بيتكلم مو صح بيتكلم عليك كذا أنت خنت نفسك وحطيت نفسك في مكان عايض ما له داعي عصير فأنا مع مقولة لسانك إحصانك أنصنت لسانك وأنت خنت خانك احترم لسانك احترمك الناس كل حياك يقولون الحياة يقول الدكتور محمد العمري لكل مقام اللغة وعندنا احنا دارج في الأدب أن لكل مقام المقام بالنسبة للسان زلة اللسان العرب تقول أشد وطأة من زلة القدم لأن زلة اللسان أحيانا قد تكون مهلكة وزلة القدم ممكن تكون كسرة يعني لا أكثر ولا أقل أو عثر من أكثر الأشياء اللي تثبت هذا الأمر الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بمعناه يوم قال ويحك ألا يكب الناس على وجههم إلا حصائد ألسنة فكان حصيد اللسان يعني أشد الأمور اللي تكب الناس على وجههم في النار هذا تشبيه ترى ثقيل جدا فأيضا استيفاء المظالم قبل لا يدخلون النار الناس ما بين النار والجنة يجي ما قالها فلان على فلان الغيبة تعتبر من زلال اللسان وهي صاحبها يأكل النتن في النار فهذه كل الأمور على اللسان فقط الله سبحانه وتعالى من حط الرقيب يعني أن لكل إنسان عليه ملكان يرقبونه يرقبون كلامه يرقبون جوارحه أخطاءه في الكلام فاللسان يعني زلته مثل ما قلنا زلة قد تكون قاتلة وتكون أشد من زلة القدم أي فهذه الفكرة أما البيت الثاني لو تقرأ القصيدة بالكامل يقول مدري شون الزمن هذا الزمن يا أي بس قبلها كان يسولف عن
وعزي يعني صار الذليل اللي هو صار شيخ من المال وما إلى ذلك. يسولف عن حقبة زمنية قريبة، عرفت يعني، كان بسياق القصيدة، بيت من سياق القصيدة. في بعض المواضيع مو سان دلال، طيب. سان دلال لأن إحنا عارفين ولا قصورا يعني بحد، لكن عارفين إنه في مواقف قد تكون مواقف ما هي المواقف الأفضل، يمكن تصير عليها مشاكل أو كلام، لكن الرجل لازم يكون صاحب حجة. لا جاء وقت رفعة الصوت في الحق يرفع صوت، ولا جاء وقت خفض الصوت في الحق أيضا يخفض الصوت. طيب أنا مش رأيك، أنا بسألك طيب. عن نقطة بس، اللي هو الدلال وش السند اللي يدلل؟ أنا عارف إن الدلال صوته عالي. لا الدلال وش بالضبط؟ هذا الزمن يحتاجك إنسان دلال. الدلال من؟ وش الدلال اللي يعني زي اللي يحرج؟ الدلال اللي يحرج على بضائع. يعني أن يرفع صوته دلال، يعني ما يخطي. لا ما يخطي دلال، اللي هو يرفع صوته، يرفع صوته عشان الناس تسمعه وتعرف اللي يدلل على حاجة. أقصى طال عمرك اللي الدلال لا يعلو على صوته أحد من مقرهون ويهرج، فهمت؟ فربما اللي يقول مثلا لو مثلا أقول الشاي هذا على 10 ريال على 10 ريال، شفت انت ما راح حتى لو تكلم مع صالح ما راح يمكن يسمعك من صوتي، فهمت؟ فهذا يمكن هذا التشبيه. من هو الشاعر اللي قال خلاص مشاعر مش خلاص مشاعر؟ الدلاله هي الربع بشكل عام، مثل التحريج التحريج او البورصه او ايه اللي يبي سلعه تباع، صح؟ فهو يعلي صوته عشان الناس تجي. فهذه في مواقف، شوف يا ابو شاكر، في مواقف معينه اوكي انت صح ان شرحك جميل، ولكن ما ودك يعني تقول في مواضع معينه مثل ما قال أبو يوسف لابد لأخذ حق معين، شفت؟ لابد أنك يعني إنسان دلالة من قوة البيت أنك يعني طريقة الدلالة وهلها نفسهم يدرون أنهم في بعض الأحيان من يستحي ذا الوقت واعزتي له. أيوة يعني 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 أنك لا تستحي. هو الحين الاعتدال في الأمور، اختلاف بعد إذنك، اختلاف الشعار ذا الحين. هذا الحين يقول هذا الزمن يحتاج لسان دلال، هذا الزمن يبغى له لسان دلال، من يستحي ذا الوقت وأعزتي. طيب والثاني الشعر اللي يقول أنا ما أتكلم لأن أشوف الرجال سكوت عشان كل اللي ينتبه لي ويحيني، يعني ما نبرافع عن صدر لين توحد المجلس. بس هو قصدك أيام الضرب، في أيام الشدة، في وقت الحاجة، مو في مجلس. أنا أقال حاجة لابد أن أنا أتكلم مثلا، مو مسان دلال، أكبر مسان دلال. هي حلو وقت هي الحاجة، بس ما هي ترى ما هي متضادة مع بعض، هي ترى مترابطة مع بعض. يا سلام، مترابطة مع بعض، ما هو شيء ضد شيء، ضد شيء. نعم أنا أيوه. عشان كذا جبت المثل وجبت البيت، فهمت؟ فوقت الحاجة ما تشوف إن البيت راكب. والله أنا أشوف يعني وصف الدلالة هم أهل بس الأمر، كان فيها أفضل وصف الدلالة فيها خاصة الناس. لا جاي يقول لك يا ولد هذا دلال ابعد عنه، ليش؟ لأنه هو هذاك حاجته في أنك تجي تشتري منه، وأحيانا الناس ترى تبغض اللي يطلبها ورا بعض. فهذاك يعني شغلة ما فيها عيب يعني، هي بالأمر، لكن الطريق يمكن الناس ما تحبه. أحيانا الراعي الشغلة نفسها يقول يا ولد أنا أضايق الناس أدري، بس أنا مجبر أسوي الأمر هذا. هو راعي الشغلة، أنا أعرف واجد مثلا هو راعي الكار يقول لك أنا أتضايق. فأنا أشوف أنه في وقت الحق عل صوتك، لكن بطريقة الشخص صاحب الحج، صحيح. اللي لا يرتفع صوته يرتفع على حد. أيه. الربع طبعا الحين بسألكم في على سياق الموضوع هذا، أحيانا في تدخل لك مجلس تلقى واحد له أكبر سن ولا هو هذا، لكن يا ولد ما يعطي الناس فرصة تكلم، تصدر المشهد، تصدر الدرجة أن يعني فن التخاطب عنده عالي. ما هو فن التخاطب عنده عالي الرجال، ما هو معطيك أصلا فرصة تتكلم، حتى يوم تبغى تقول تبغى تعطي وتبدي رأيك لا 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 عرفت يا ولد يمغى أم المجلس. هذا للتهميش، في ناس ترى يحبون التهميش، يحب يهمشك علشان يطلع في الواجهة، وموجودين يعني سواء هنا ولا خارج. لا أنا أتكلم موجودين مجلس على أنا أتكلم مجلس جميع أنا المجالس أتكلم ما مجلس ما جميع المجالس قليل تلقى فيها اللي يهمش قليل، ولا إذا استوى المجلس وامتلأ في ناس يهمشون. من هم يهمشون؟ اللي بتتكلم، وفي ناس بعد يخافون من التهميش، يعني يسكت من الفشيلة، ينحرج من الفشيلة. والله يمكن فيستغل الفرصة على الناس. يسكت حياة حياة إيه؟ هذا نرتب وباصة بسمحة. أيوة. حنا عندنا لا الثيران. هاشتاج هذا من ضمن الثيران اللي أنت تقول. بنسوي هاشتاج باصة بسمحة. أي باصة بسمحة. والله العلي العظيم أقسم بالله على أن نجيبه بطريقة كوميدية، لكن كل أمر فيه أني استفدت منه أنا شخصياً، ويوم أنا أعلم العيال يتذكر.
هذا عندنا واحد من الجماعة الله يذكره بالخير. إيه. مسوى له باص يسمونه باص أبو سمحة. إيه. عرفت شو؟ هو اللي فيه الثيران. إيه هذا باص أبو سمحة. باص أبو سمحة نسله. يرتبوها ثيران المجاز. عجبت السالفة دي. طبعًا هي. بس لا أحشم عن ثيران. لا والله عجبت. والله إني ثور. لا لا. كل اللي علمنا به ثيران. يا ثور حشومين أنتم ولا هذه؟ في مقصد انك ولد ما تفهم. خب حنا باصه ابو سمحان اللي رتب النيران نقول النيران ولا ايا كان يعني مفردة ثانية. باصه ابو سمحان وبس. ايه. نركب فيها المخطئين الخطايا. في ناس يجون كل مجالس عندهم اخطاء كثيره منها من اوائل الاخطاء اللي لا جاء احد مثلا قدع ويمسح يده في المجالس ولا هذا الثور الاول هذا واحد من الثيران نعم من الثيران لا اي لا من الثيران نرتبهم الشخص الثاني اللي لا جلس ويسولف معاه واحد على اليمين هو يعطي ظهره وجنوبه للي وراه كامل هذه ايه امر يعني فيه عيب يلا اي الشخص الثالث اللي لا جاء مثلا هو ضيف عند ناس هم معلم في محلهم ومن اول في جمله يقول لك شنو الطريق ما هم سنع العرب اعلم بي والمعزب ابخص بامور يوم يجي لا يا ابو فلان حط صحنني حط الذبح ثاني لفر هو يصيح قدام الناس ويزعل هذا ايه ولد انتم ما فهمت ويصيح هذا الثور الثاني على المثل هذا جاء احد الرجال مسوي له عشاء كرامه الواحد من ربع اي كرامه الواحد من ربع يوم من دخل الرجال هو يمسك خويه راعي الكرامه وجلسه مو بصدر المجلس جنبه شوي نزح إيه. وفز هذا خوي قال يا ولد خويه بيجي بالفشيله يا ولد قال يا ولد اسكت انطر شوي اسكت يا ولد قال لا واخر يمسك تعال يا ضيف اقلطه ويقلطه يوم جلس اللي يتنقع ثوب الضيف كله قهوه اثر مكبوبه عليه وما يدري يوم اللي فعله قال مو اقول لك الطريقه ما هم سنع العرب اي والله احنا اعلم في محل يا سلام الامر الرابع والخامس إيه. اللي لا جاك الرجال الاول قال له وشو اللي يمسح بالك انا بهذا الاكل من التمر الثاني أيه. أيه. اللي عرض لك الجنوب اللي عرض الجنوب بنص الديوان اي يعني انت لا جيت بتسولف مع رجال وانتم ما عليكم معلم هذا ينطق عليه ثور يا هلا يا نواف ظهرك ينطق عليه ثور يا هلا يا نواف شلونك طيب يا هلا يا مسفر والتحرك بس ظهرك هذا الثالث الرابع الرابع اللي هو اللي شو اسمه اللي يقول يامر على الضيف وهو يامر على الضيف هو ما هو معزل الخامس اللي يوم لالفوا عليه ناس يعرفهم في محل غير محل بدا يرحب كانه راعي المحل يا هلا الله حيو يا هلا هو بالعكس امر موجود لكن من الاولى ان راعي المحل هو اللي يرحب ضيفان صح انت اللي عليك لا جاك الناس يا مرحبا سلم تسليمه عادي يا سلام طيب الجناب وين هنا الجناب الصفطه غاب من هنا اللي هو اللي انا يا طويل العمر جايك ولازمك تعطيني الجناب الزين يعني لما جيتك مثلا وبديت راعي بتقولي والله في ناس واجد يجي مثلا انا واقف عياش مسوي له عشاء وجيت انا في محل عياش بس بالتلاقي شباب بس تاكل خلينا نشوف اللي بالباص نكملها بس السلسله نكمل الباص بس دقيقه نجي الامر السادس هو السابع اللي لا جلس مسك جواله قالوا يكلم اهله ورجال موجودين هي ما فيها عيبه لكن بعض الاشخاص الاولى انك يعني لا كان عندك امر مهم والناس تسولف ولا انت في محل عام وسوالف ما تقدر تقولها قدام الناس اطلع سولف دقيقه مثلا تعذر وتعال ادخل عرفت شلون؟ يعني مو الخاص. اي يعني الامور الخاصة كل سمع في بعض الاحيان يحورها ويقلبها كانه يكلم رجال ومبين انه ما يكلم رجال، عرفت شلون؟ فامورك الخاصة مثلا لا تسولفها قدام الناس. طلعتك محل ولا تفرفر قدام البيوت، يعني حاول انك تتنعز او اجل الموضوع الى وقت السالفة الاهم. هذه اهم نقطة لاخطأ واحد فيهم. جاء صالح ذكر سالفة عن الجن. وانا عندي سالفة عن الجن. يجونك الناس يقول لك لا مو هذه السالفة. السالفه 1 2 3 كان إيه. انت ما عندك سالفه يا سالفه احنا الرجل اللي عارف سلوم العرب شو يقول على هالطريفه سالفه يمكن اقل من سالفتك بعد بس لا اذكرها من الطارف سلام بالشكل هذا وهذول يعني من الاشياء اللي احنا نتحرص عليهم وباص اما الباص هذا كايف لكن بالنسبه لي تصدر المجالس من وجهه نظري هم نوعين نوع كريه ويبي يبي يبي يعني تسمعون له شفت اللي ما حد يمه شفت ويحب يتكلم ثرثار النوع هذا انا من وجهه نظري اي هي نوع ثرثار اي الطالبه يتكلم عنها ولا يسكت لو تسد فمه هرج مع خشمه شفت فهذا الثرثار النوع الثاني وهو اللي يتكلم من 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 علم و و و و وهدف شفت وهذا طال عمرك اللي لا تكلم تلقى الجميع متشارك معه مثلا وبعدين يحب الروح الجماعيه مثال لا منه تكلم في موضوع
سأل صالح ورد السؤال على مسفر ورجع لعلي، فهمت؟ فتلقى فيه تركيز حتى في المجلس، تلقى صغار مركزين من كثر ما هو يعني شيق حديث، فهمت؟ يجذب. وهذا اللي تصدره في المجلس محمود اللي هو يتكلم على علم وفائدة، شفت؟ أما النوع الثاني فهو أنا من وجهة نظري غير محمود. مستر أنت قبل شوية تقول اللي رحب بالضيف هو ترج اللي رحب بالضيف، أنت تقول غيرت هذا راح، لكن عاد أنا بسأل من هو سواق الباص؟ سواق الباص، سواق الباص اللي ما لك وما اللي ما ذكر. أي لا سواق الباص لا لا، احنا ان شاء الله ان نحمى انفسنا من كلمات اللي ما هي زينه، لكن الباص هذا الحين اللي في الباص منهم ذيران يا مسلم، من هو سواق الباص؟ اللي يسوق الباص نبغى صله من صلتهم هم في المجلس. اللي يسوق الباص اللي له وجهه وجه ويقدي، هذا باص ماشي بالثيران ما عنده. لا اللي يسوق الباص ما له سواق، باص انسان ما له سواق. اللي يسوق الباص اللي جامع الصفات كلها. ايوه لا هذا شوف يقول ابو سحا، لا شفت واحد جمعها كلها، هذا ما تركب الباص تدوس بالباص. يا اخوك الحين بعد والله من الصفات، الحين تو متكلم على اللي تصدره مجلس، احيانا واحد يصدره علمه ويصدره اسلوبه، يا اخي في ناس سبحان الله الناس اصلا هو مجرد ما ينطق الناس تلقائيا كلهم يسكتون صح ويسمعون له، سبحان الله كثره الكلام تكثر الخطا. الرجال كل ما كثر كلامه كل ما كثر خطاه. يعني انت الحين يا ابو صالح تقول ان ابو يوسف الحين انت تقول يعني الرجال اللي كلامه واجد واللي ما يسكت المجلس هذا وش هو؟ هذا عليه عذروب ولا ايش؟ لا 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 ما هو عليه عذروب، اللي عليه عذروب منه اللي يتصدر المجلس وهو ما عنده شيء وما يعطي الناس فرصه يتكلم، فهمت؟ ما محتوى. طيب واللي عنده يعني الرجال اللي عنده الرجال اللي عنده شيء، الرجال اللي عنده شيء يقدمه اصلا بدون ما يصدر نفسه، الناس هم اللي يصدرونه، عرفت؟ الناس هم اللي احنا سمعنا ان في المجال السلطان، سلطان مجلس يا سلام، في لازم يكون في المجال في سياسه يسمونها في المجال سياسه الترقيم. ايه؟ الانسان لازم يرضى فيها والبعض مو راضي فيها. سياسه الترقيم يعني فرض انا الحين رقمي بينكم الرابع من باب الخوه ولا من باب عمر ايا كان، انا الرابع الاول نقول يو ابو يوسف حكم ان كبرنا وفهمنا وعقلنا وكلنا شيء واحد. لا تكبرني مالك، الله يبيض وجهك كبير قدر. اسمع لا دخلت المجلس الحين، لو انا مثلا كنت اكبر واحد بيال عمي اللي انا طالع معاه اصير انا مثل قايد الرحله، صح ولا لا؟ لكن انا دخلت معايا ابوي مش على اخوي الكبير داود اللي اكبر منه، اصير انا رقم اربعه. صح. فلا جيت انت في المجلس في اشياء تصدرك للمجلس ترى عايد من اوائل الاشياء اللي تصدرك المجلس دينك وعلمك في الدين، لذلك تلقى شيخ الدين لا جاء عنده درس ولا شيء تصدر المجلس ويقول كلمته ولا حد والناس تخشى فيه. الامر الثاني اللي صدرك في المجلس مقامك واسمك عند الناس، مكانتك الاجتماعية، يعني تخيل جاك أمير ولا أمير دولة ولا شيخ وين الجلسة؟ في صدر المجلس، لأنه هو هذا مكانته الاجتماعية، الله جابها له. الأمر الثالث مكانتك العلمية، وهي تتفاوت يعني مكانتك العلمية. ليش مكانتك العلمية أمر ثالث؟ لأن في يمكن يجي أحد أعلم منك، حتى في الدين يمكن يجي احد اعلم. طيب تاخذ مكان الشايب اللي في صدر المجلس؟ اذا انت الحين جاي تبي تقول درس، الشايب اصلا راح يفهم ان مكان صدر المجلس. واذا عندك فلوس تقدمهم كلهم وتجي. الحين عندك شايب، عندك شايب، شايب وجاك امير، امير امير محافظ، وين يجلس الشايب وين يقدر يجلس؟ جنبه. عرفت شلون؟ فاللي يجلس بصدر المجلس صاحب الحاجه، صاحب الميراث. واحيانا اللي تصدر المجلس اللي يسميه احنا سلطان المجلس. واللي تتعزمه لا جوك ضيوف راعي سالفه بيعرف. طيب. واللي يتقون الناس شره او شر لسانه؟ لا هذا ترى شو بقولك شيء، تدري ان الحين في ناس يفضون المجلس احيانا، في ناس يتحشون انه يردون على سالفته لو سالفته جمعه وكذب، ناس يسكتون بس لين يسكت ويبدا يمشون الليل، يمشون يمشون الليل حشمه للديوان حشمه. نعم سيخ. لا في ناس يخافون من الشخص، ترى بعض الاشخاص ألسنتهم وهذا وصى عليه يقول اشد عذاب عذاب اللي يتقون الناس شر لسانه. الناس اللي يخافون تدري مثل الجماعه ناس احنا انك تحضي لك سلاح هذا. جيت مره يا ولد عندنا واحد يسير علينا كان ما يمسك كلمته، لا جونا ضيوف قال له كلام يعني رجال ما يمسك يفشلك، ولا جيت كلمته زعل وما ادري شلون، واحيانا لا زعلت احد على حق، لا جيت تغضب انسان اغضبه لله سبحانه، لا جيت ترضيه ارضه لله، لا ترضيه لامور الدنيا. فتجي تكلم انت ويبدا يعيد الاخطاء، فانا جيت قلت يبا هذا الرجال لازم نمنعه.
قال اعوذ بالله اللي يفتح محله ترى المجالس تجمع الصاح والخبر والمجنون يتحمل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من خالط الناس وصبر على اذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم. وتعريف النبي عليه الصلاه والسلام للمسلم احيانا المسلم ما هو بس بالصلاه بالعباده لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. يعني في بعض الناس سبحان الله من يدخل المكان يطلع وهو تلقاها ثلاثة أربعة أخذوا خطرهم بسبب كلام قاله ولا شيء قاله. وفي بعض الناس والله العظيم إنه يجي المكان والناس مكتئبة ويطلع منهم مبسوطين من كلامها الزين ومن حسن تلقى ينقبض. إيه سبحان الله. طيب في ناس يخليك تنبسط وهو أصلا يسقط عليك يختشف ترى يختعل نفسه يختعل اللي في المجلس ويطلع والمجلس كل باب الله هذا فكاهي لا مو فكاهي ولا مع فلوس والله عاد اللي قدر الرجال على فلوسه اللي قدر الرجال على فلوسه راعي الفلوس الحين مقدم بالمجلس اللي قدر الرجال على فلوسه لا والله ما هو مقدم لا اقسم بجلال اللي قدم علمه اسمع والله يقدم علمه يا كم رجل ورجال عنده فلوس تلقاه دنقورا والله رجال ما عمره بطب ومحله اي والله لا ولا لف الرجال وقال لك واحد يقولون ويجيك لك واحد والله ما تلقى بجيبه الريال لكن الرجال لا دخل المجلس كل الرجال تعز وتقدر من فعله الطيب عرفت لكن هذا ردي فلوسه والله لا يرافعته ولا هي منقص رجال لا بس نتكلم عن واقع مجتمع لا واقعية ما تكلم اسمع بس ما تكلم لا لا تاخذها عامية انت ما يبغى انا كلس بلحق ابو يوسف والله انا ما اتكلم والله يكرشونه كرش يا الربع لا تخاطبونا عند الشاشة بالطريقة والله ما هو بالشاشة لا ما هو مقابل الشاشة لا مجالس مجلس انا اكلمك عن مجلس يوسف السرحاني ونعم لا انت اسمع مجلس السرحاني والله ما يقدم فلوس طيب صل على اللي قدم علمه اللي حلو جميل انا ما اتكلم عن لكن انا اقول لك مناسبه مثلا حلو مثلا حفل مدري وشو الا والله تشوفه رجال هذا اللي انا بوصل له لكن مجلس رجال لا انا بابي بوصل له شنو لا تتكلم من منظورك الشخصي لا اتكلم عن منظور بعيد كمجتمع فهمت لكن فيه ادهى وامر يا جماعه اللي هي سالفه صغار السن شفت اللي لا جاء طال عمرك زم عمره هم ما يرده لصدر المجلس يا ساتر ليش هذه ترى هذه واقع واقع صاير ولا طال عمرك تجيك مناسبه شفت سواء انا عندي مناسبه ولا ذا هم تشوف طال عمرك العيال اللي من ربعك شفت كل منهم طال عمرك ذا قنا كوبرا شفت ولا زحف عني لا تخرب شخصيتي وهذه تراها مصيبه وواقع مجتمعيه يعني انا الان لا جتني مناسبه شفت لا ما خدمتني شفت يا القريب ابو عيد طب الظاهر ذي من كم سنه طلعت لا من قريب ترى انت تدري اللي قبل كانوا يقولون الله يهدي نواف عياش اللي يتصدر المجالس ولا ينفع ولا وانت الحين تقولها للي بعدك هذه ترى اشوف انها لا والله بالعكس تلقى قبل والله المجالس اسمع الرجل هذا عني يا شيخ يوم انه كان صغير انه بدون ما يكلمه ابوه والله العظيم اسمع كلنا كذا لكن نقول فئات ابو محمد انا اتكلم عن الاجيال ترى ما اتكلم عن شخصيه نواف لا الجيل اللي قبل نواف كان يقول نواف لا ليش نواف يتصدر لا الحين نواف جيل نواف يتكلم عن جيل اللي بعده انا ما اتكلم شوف اسمع صح شفت الايه لا تصدرت المجلس طال عمرك بدي تصدر وانت عندك شيء يستاهل كهو انت ما حصلت شيء لا لكن انت ما انت بصغير سن انت ما عندك سالفه وصغير سن ولا تعرف تسولف شفت من غير طال عمرك رقعك ابوك وانفشك شفت وانت ما عندك شيء شفت هم جيت طال عمرك تصدرت في المجلس والمصيبه شنو تلقى اللي طبل لك من ابوك وامك شفت والقرد في عين امه غزع هم لمير جيت في مكان تميه بلك يا ولد ولا الله انك رايح سمعنا من المرات يا الربع الاولى من الاولات والله العظيم اني مره كنت ايام الثانوي كنت صاحي اخر الليل زارنا في منظري ويا نطفئ قال انا ليس هنالك ما يخفي احنا ايش حنا وانتم انتم طبعنا لا نرضى بالمرض يعني ايش يعني ما سولف دقيقه انا ما كنت اسولف لا يا رجل كان فاصل جالس تم كذا انا ما عندي فكره سنعود بعد قليل انت فتحت لك ما ادري والله
على اللي مقصته على جنبه وصرعت الصفن يا اخواني. شوف ترى من يقول لك ترى النفسية تتعب تدري ليش؟ إذا قل الأكسجين. فأنا أتوقع أن الأكسجين الأيام هذه في الموقع هذا ناقص شوي. إذا يقل صحيح. والله أنا أشوف نفسيتي زين. الله يجعلها زين. أجل أنت اللي ماخذ عين الأكسجين. أيوه. ما أبهن أنه شف جميل. شف فطفت ملين أبهن. شفط 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 شفط. ايوه. وما قال يا اخي اذا في جلسه فيها اكثر من عدد يا اخي يا اخي راح هناك اكسجين هنا يا راح اشوف لك زاويه تجلس فيها. ربي يسلمك. ما تكلم في القطر يا غلا يا اخي. بس اكسجين يا رجال انا كتمني انت ممكن تقوم وياكل سريلاك يعني على هذا العمر ياكل سريلاك والله انه منقود وشرى يا ولد. ما انت بس على وجهك ما فيك عقل ما فيك يعني بكره اخر واحد يستحي يعني بكره لا جاله لا جاله ورع ياكل ورع سريلاك ايش بيسوي ورع بياكل لا اله الا الله بيخلص على ورع تخيل ايوه يقول الورع يخسرني ورع بيقول والله الذي لا اله الا هو نعم اي ما دبه خذ انت سريلاك واسكت عني خذ سريلاك الناس تكبر وانت هذه تصغر يا جيل مصيبه لا تردت قيمتك في عين ولدك ايوه ولدك اكبر 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 والله ولا واحد منكم كبير عقل انتم السته كل اتوقع ان صدق خمسه ما انا لا انا اكبر شفت كيف ولان ما ذا مثل الولع الصغير قلتك رجالا على ما قال بالاخير تاكل سريلاك ما تسعى على وجهك عمليا اللي جايب لهم سريلاك اللي معلمهم عليه ايش هاري بوتر يقول ايه هاري بوتر يا مشعل هم كانوا مش ليله مشعل يقول يذكرني بهاري بوتر انت يا من ليه والله الذي لا اله الا هو تدري انت تذكرني من اللي ورانا ابو سمره ذاك اليوم في الجوع ما يعرف الا انا والله ما اعرف بس ما يعرف الا انا وجميل والله انا سامجه والله ما تدري انا سامجه والله ما بسامجه الا والله انا مطمه قسم بالله تعال يا ماجد 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 تعال يا ماجد تعال ميو ميو طيب ماجد شكرتني كمان انت بيت قديح ولا كيف يا ترى بيفرم تراني ماسك طول اليوم انت ولا كان بيفرم واحد وجهك كله دقن اسمعني وجهك كله دقن اسمع ولد ترى وجهك كله كف جالس 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 مع صفه كلهم فخمين وزينا الرجال اللي حاهم يا ولد اضرب بيمينك ولا بشمالك اللي ودك واحد زمه بشرب السعد شرب سعد قمنا لا ما في قمنا ما في انا جد انك ابو جابر علمني ابو جابر ولد كان بيضرب يمين ولا شمال تروح نضرب مني أنا ضرب من حديد كنا حديد اسكت كنا حنا نضرب سبحان الله ربي عليك شاكر يا رجال ما عنده ليده شو بالسعدود والله عندك لسان يطلق ولا امسي انا ما ابو جابر هذا اللي ما عنده وخر هناك هذا اللي ما عنده وخر يا عري والله الذي لا اله خليك بلسانك يا نما خليك بلسانك لا اله الا الله والله اني قد قلت لك انه حول حول انا علمتك زود يا اخي زود اللبس نظارات تبعد سات انت ولا شنو يعني بس ما عليك شرع تاكل سريلاك تلعب لعب ورعي ما عليك شرع اكفيك لا ترد عليه عقله صغير خلاص بيصدق يقعد يلعب معنا طول الوقت خله ايوه وانا طالت مع اني شفت امس يبكي علي والله اني اشتقت الترياوي امس بعدين جالس هناك كذا جالس ويسولف شيء قطع فاصل بعده طلع جاب لاني جبت العيد قلت اعوذ بالله منك عايض اقطع فاصل لا كمل اليومين بعدين طلع راسه نادر حطه بالثلاجه دي لكن الله يعين عليك اللاعب هذا يبرد حطها يا اخي انت ايش فيك انت وجهك انت عندي مو ضروري يعني ما يهم يا اخي وجهك دايك بيت صوته شفت قرب زمرك الطياره لا ما اقدر انا ما حبيت كل عمري وحياتي طيب شو استحقتي ترى انت يعني انت راقد جوا فيها ولا كيف لان اكبر منك الصدق انت وش تبغى بس الله يحقني اخي الله يا ربي الله يصل على انه ما قوم يضحك العظيم انكم ابطال وشباب مستقبل ناجح الله يسلمك ما نجي الا من بعدك يا عايض ما ندورها من ما كلمت كان اكلم الصف اللي هنا خلنا وصدق ما ندور عمل تعال ما ندور عمل يا رجال والله اللي درى قد علموني قد علموني سيقول لا تمدح حقين السريلاك لا تمدح حقين السريلاك والله انك جيت في وقت معلق باقي مخي موقف كذا دقيقه وش قلت انت؟ اقول ما ناخذ لي كلامه وليش ما تاخذ لي كلام؟ انا اخذ كلامي من راسي اخذ مني كمل اسمع الرجال يقول قصيده
أشهد إن قلبك وبيتك يذكرني بيت. بيت. قمت أجرع وتناسى ولا شيء جرى. جرى. مضويت الله يحييك يا برق مضويت. وين سرقت عزواليك؟ سارة. سارة. صح لسانك. طيب هفتح الميكروفون عندك خصم. والله يبيض وجهك. أشهد إن قلبك وبيتك يذكرني بيت. مايك مايك. بيت. قمت أجرع وتناسى ولا شيء جرى. جرى. انضويت الله يحييك يا برق انضويت وانسريت في عز وعليك يا برق انسر صح صح لا 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 البرق في السماء ولا انت فتح يا حبيبي يا هذه ودك يعني من شو انا عقل صغير كمسك اتلقاي البقى على قلبك هاك 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 امسك 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 هنا اتصفق يا اخي هنا يا اخي مشكلة والله جيب الشهود على كلمتك ذي اي والله تعبت جيب الشهود كانك ما تسمع الله يطعني والله من جبت هذا العصي ثلاثة مليار اسمع والله اي والله مليار وفيه من لحمة أوافي في شاورما وي بطاطس حواحة حواسة اوه ثلج اما ثلج تدري ليش شو اسمه انا علم شو اسمه ثلج اسمه ثلج اي كلكم ولا انت لا كلش ثلج جماعتكم كلهم ثلج اسمع طلع من الثلاجه مويه واضرب كذا يثلج تدري ليش لان درجه حراره تحت الصفر والله اقول لك صدقني عندي لا وش شهادتك يا عزيزي والله جميع يا ابني والله جامع خل بجيب عصير ويك يكون كم مزان تسولف الحين بيجي بجيب العصير طيب يا ارحب يقول مره من المرات عندنا يحذف بالكرسي يحذف بالكرسي يحذف بالكرسي يعني انا تصدق ذني انا والله اني تغيرت رحت يقول لك اي واحد يختلع اول واحد اعرف انه هو اللي سواه يا ابو جابر يا ابو جابر والله العلي العظيم انها حقت اللعبه انت خربت اللعبه كامل لا ما هي بلي ذي حقت اللعبه لا يقولون حقت طيب يقول لك تفتكرها انت واصدقائك اسمع ترى يقول لك احكام هذه حقت انت اقرا تبتكرها متى؟ أنت؟ يا سلام عليك يعني ما هي بليدي بخاطر بخاطر أوه بضرب واحدة 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 يا ولد لا تفلت يا نمى فعال الطمك يا شباب فعال الطمك يا شباب يا شباب حين تعبانين يعني حين نجي سنة عايب يجيك صح والله العلي العظيم اللي تعبت يا أخي يا أخي كذا هي شد عتيبي انقذوني انقذوني يعني انا جاي هنا اتعنف والله العلي العظيم اتعنف اي والله رجع خويشك رجع خوي رجع خويشك في محله والله تعب والله علي يرمي ولا تعب اعرف حظي برمي تروح الشاشه خلاص اقول لا ثاني سبحان الله ربي يحوم ويقول الدنيا دواره لين يعود عندك لما عود عندك عودت حذفتها لا ما حذفتها والله حذفتها ما حذفتها يعني تتعبنا تتعبنا اليوم هدى بكره هدى كل ما تخانق ذنين دخلت بينهم يا الشيطان دخلت بينهم انا مصمم مش قادر ابغى اتكلم غني اللي شيرين حب وجنن عايش احسن من اللي دخل هنا شاعر وعود لي على سريلانكا طيب والله والله سر امه اوف تحت تطورت صح تطورت عايض عايض ايوه ومسولي فيها راعي حكم
لا حديه لا حديه حديه توصل حديه مصيبه توصل حديه مصيبه لا مش عارف لا اله الا الله تعوذ من الشيطان الله النعايم مثل 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 اقوى رجلي رجلك والله كلها من عاير مد 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 ولا لا اصبر اصبر اقوى 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 هذه هي يا ول ولي ولا اسمع بقول هذا احنا نقدرك يا طيفين وفي راح طاح طاح راح راح عاير بيجي 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 فنان الله وين بس كيف امورك يا قلت هذه هي هاي انكسر انكسرت مساك الخير هلا مرحبا الله يحييك والله انا مرحبا نوم العافيه نوم العافيه هذه مكانها يا عاير اضغط 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 قول اوه اصبح على طرقه طرقه عطى عطى اوه لا 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 ارفع يا خسا ارفع ارفع سوق سوق يا هذا الطفيلي يا طفيلي بألطم والله انا كيف بالله حركه بألطم هي هي دي يا ورع يا كيف الحركه كيف عجبتك والله ما ادري كيف سويت اصبر اصبر بالله انت كنت في إيه؟ فيلم بطل فيلم شفتك يا اخي قبل وين بطل فيلم خلاص خلنا منو 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 في خاطرك منو في خاطرك منو في خاطرك عبود يودة عبود يودة يا اخي يا اخي واحد الواحد مو 15 على واحد ايش الحج ده اللوكيشن واحمد لابس النظارة ما يفك ها
استغفر الله. يا ابله شوفوا كل شيء يجلس. نظرت وين؟ انا برا التفاهات الحصاله ذي. يلا ستوب نشرب ماء. ستوب ستوب اشرب ماء. يلا مسه. حكم حكم اللي مع مويه ما حد اضرب. يا حكم حكم خلاص ستوب خذ مويه. الله الله حافظ على المكان. صلى الله ان الله يكتب اجرنا واجركم. والله تصرف طفولي والله. والله تصرف اللي قاعد يسوونه الشباب. والله تصرف طفولي. يا اخي يسمعون بريلتي يا اخي ما اخي ما يعرف يا اخي. ما هذا ما يسمع. احمد احمد لا لا سالم 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 لا خله خله الامور زينه خله. الله يهديهم يا اخي والله العظيم خرب علينا يا اخي. انجان ما ننسى ان حنا كان طمانين. قسم القدر قسم القدر متين قسم القدر متين يا اخي. وقتكم سخف صد وقتكم سخف صد. لا 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 المهم ولولا في هذه الحياه. الرزانه مطلوبه من الرجل الرزانه اولا نعم. ثم الحكمه صح ثم عن قلة الأدب. نعم نعم عطون هنا حقيقة ما عطون هنا يا أخي. أيوة. ما عطون يا أخي صحيح. مو جاي قطان في كيف جالس ايش بقي من نفسي ما أدري يا أخي جالس على الملوخية ما يستحي. أقول يعمل برتقال لا تكنسل يا والد يا ماني خاهم والله لا صاح من قراميني والله رجمك والله يا عين عطا عطا انتهت تش تش البس هو كالناقة يا ملوخية الصالة صاحب لوي أتي خير اتصال يا أخي لو ما تحركت ما شفتك يا أخي يا صالح الله يهديك صالح صالح رجالة كبرك رجالة كبرك وخر المطبخ عشان أشوفك. عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحمن عزيزي عزيزي أنا عزيزي عزيزي متصل عزيزي عزيزي متصل عزيزي عزيزي عبد الرحمن جيب المحكمة جيب انقضي جيب انقضي تعال تعال يا صالح صالح يا صالح البلوي اشكيك اطمر سام شوي الحين لا اشكيك يا عايض حقت لا اشكيك لا اشكيك اللي من في الارض اشكيك اللي من في السماء يا عايض عايض نادي الدرج ولابسه حب خشم حب خشم زعلت لا لا زعلت والله زعلت لا لا خلاص خلاص يا ولد والله زعلت انطق راسك يا اخي يا رب يا كريم مشعل 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 يا الله يا كريم
انك نفدا امك انا ما اتعامل دعاوي انا اسف اعتذر من المطبخ لا ما اعتذر منك عايب عشان الله افكر منكم صالح خلاص أبو نادي الرجيل محكمة؟ محكمة يلا محكمة بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نفتتح الجلسة والله اشتعل وجيكم الى متى انت تسوون كذا الى متى هذه الاشياء يا اخي عصير شاربه فاتحه يا اخي كمله يا اخي تعب يا ناس هنا لوكيشن هذا تعبين عليه ومزينينه الناس تجي انت وعبد الرحمن تسوون هذه الاشياء يا اخي هذا كلام يا عيال اسكت لا تجدني لا تجدني وما كنت ادري اسكت سعود اسمعني هذه اقول لك صوتك فيها هذه طريقه كلام يا عيال سعود سعود الله يقطع خشمك سعود يا رب سعود يا رب سعود لا تأخذنا مع السفهاء منا اسمعني يا عيال تعال اسمعني سعود تعبنا يعني يبا يعني يبا كرسي طايح مويه يبا يبا دقيقة يا ابوي الى متى يما يبا يا عيال الى متى يا عيال تعال يا داود الشريان افهمني دقيقة الى متى كل رد لا يا اخي ما قلت لك رد اسكت يا اخي لا اله الا الله يا ولد قشران لا اله الا الله تعال كلمني فهمني ما اكلمك انا تعال يا عيال ليه تسووا كذا ليه عادنا حبي يا اخي عادنا حبي سرعه يا بال صل على النبي سرعه ترى السالفه اكبر من اللي تتصورونها انت سرعه يا اخي قل لا اله الا الله اغير اغير انت علامك اغير اغير كلام بسيط احنا امر بسيط يا نواف عياش الى متى تسوي هذه الحركات يعني كل هذا اللي تشوفه تقول اي اتهامات باطلة ما عليك مني بعيد عيب اوكي عيب هذا الكلام لابس زيتي امسك منك المطبخ تسولف دقيقة يا عيال اعطوني ذا لا لا هذا مو ربط دقيقة لا تشدون بزيادة لان بطني بيجي طيب خلاص يعني انا اشوف اللي سوى كذا نزل راسه روح انا معكم يا عيال اللي تبونه سووه والله يا اللوكيشن خلال خمس دقائق ما يتنظف اتمنى من صاحب لانه صاحب قرر ما يجي الا بعد شوي اكلتي 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 نزله 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 تحت نزله تحت نزله تحت نزله نزل تحت نزل تحت طيب هذا صاحبي دقيقه لا تحرك امسك الحمار بلطمه 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 خله بلطمه وقف يرحمه امسك خلاص روح له روح له يا غبي اهجم 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 عليه قيس اهجم اهجم ما يقدر ما يقدر الوري 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 ارقد اصبر المايك بس خلاص وناشد
امي وابوي عشان اتفاهم معك. هاي تجين اخبرك انا هذا سلاحي بدخل انا بدخل عندي شغل داخل والله انا اللي مسوي هذا كله. انت تسوي هذا كله؟ إيه؟ ما تخاف الله في بيت تسويه في بيتكم يا اخي ما تخاف الله. انا يا اخي صاحب القرار اتمنى يجي يتفاهم معنا. خذ يا ربي يا ربي شنو هالحالة اللي أنا عايشينها. أبو حنيف أبو حنيف أبو حنيف احتزم لا ولا تسلع وصلة وش فيك؟ الأمور طيبة يا رجال تسلع وصلة تسأل من الشيطان استغفر الله قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله. إيش فيك؟ إيش على خاطرك؟ سعود إيش فيك؟ دمع أخوي فهد عقوب أبو محمد سعد سعد الحشان كذا ما يذبح فهد ما يذبح بس تندى يا رجال إيش كوم لا غلطانين غلطانين تقصد تقصد ذبح دجاجة أخوك ها ذبح دجاجة أخوك الدجاجة ما يتقول على الدجاجة لا 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 تعال يا سعود تعود من الشيطان انت سعود ولد تعود من الشيطان يا ولد استهد بالله قل لا 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 تعود بالله لا 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 عز الله انه فتى يا ولد استهد بالله لا 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 خلينا نتغرى معك لا 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 وخر وخر عنه وخر عنه وخر عنه صح صح الحمد لله صح ليه بكيت انا معه والله ممثل اي واحد شوف يبكي يبكي معه هاش رايك معنا يوم الخميس احتزم ممثل بعدين كذا شوف 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 كذا امشي كذا ايوه انا اسوي نفسي يعني معي زي ما تقول راعه ولا شيء واحد يخوفني اعوذ بالله اخذك استهد بالله والله يمثل اقسم بالله ممثل ناجح رقم واحد جابك للتمثيل الانشاد يا رجال انشاد وقال قصيد قلت خلنا امتثال اداري معين هذا قال لا هذا قال كفهد والله يا اخي ابليس والله انك خبر اقعد هناك يا راس يا راسه هذا ابو صالح صالح جرب عندك جرب عندك اصبر دقيقه تربيط ما نبي تربيط امنعوني من يا رياجيل انا عند البل وربط وفقر وشد وقيد وعقل لا لا مسافر هالمرحله دخول النمر في الشبكات هين ولكن التخرج في الضروره براو تعال بعيد ترى ما هم انا اجلس ليه واشوف انت قد خلاص 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 ايش عندك ايش عندك؟ خلاص عميض عميض والله خلاص يا عميض يا عمي بالله تكفى دقيقة تدري وش الطريقة؟ أوراق الأوراق تختار أي ورقة عاد حظك نصيب واضح أنك تكنس تعرف تكنس عبد الرحمن أنت أنت يلا بجاه الرفيع سمعت ما تبور يا ربي أنت تعرف الحاجة الثانية يلا وين أنت رايح وإن فداك أنك تقعد يعطونا 24 ساعة أضحى أيه زنه زنه زنه
اللهم اني بطيب عقباي كنا سعد من جرى قد خطت سوقا سعد ابو صالح جاينا الوقت وظروف الزمان امنعتني عمده لها لا اشوفها وانتهى المحزم لي يا عده وحزام الامان محزم الندر اللي ولا لبه دو ولا دم يرتع اسمع اسمع يا الوقيص الله يسامحك هيضت الشجون خلاص امنعنا من الوقيص اسمع اسمع يا محمد ليتك تشوفني بين الضيوف اتلفت لك ويا خذ بيا شوق هوا كل ما جيت تقف وضيفاني وقوف منعوني لا تقف ولا صبق هوا اسمع 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 يقول لا تقول ابو محمد مالي عيال وعزوبي وانا محمد وانا مالي هناك ولا هنيا قل علي ولا بلاش شنطك تقول لي يا جنوبي والجنوبي ما ذبح الا المسامح والحمايه يا محمد واصدقايا اللي مساكنهم جنوبي رواحة وحاسمي عليهم من هنا الكل هنايا يا محمد يا محمد يا محمد لد صوبي والله اني لنجمل ميقاف وانا اخو مهي لهول ايه اسمع اسمع انا ويش خلاه نوبل يا غنيت يا يديل ادخل عالم ثاني لو ان صوتي ها ولو ان احساس ها لكن انا داخل مع قصيده داخل مع ابياتها رحت طرت ما ادري وين انا ايه خبر ابوي يقول جا ابوي عاد اللي غنى ابوي يقول قلت بسم الله قوب دب المسيرة وانت وانا سيل لديارين بعودي قلت بسم الله قوب دب المسيرة وانت وانا سيل لديارين بعودي جن صهدات ما فيهن خير الصهد للمعبر وصهد للنادي جاني صهدات مو فيهن خيرة صهد للمعبر وصهد للعنودي يوم تسمع صوت هلها جات بغيرها الخطر منها عرع اشدادي تبدي تبدوه نا كيف اسافر يا محمد وخلي نوف انا اتفى اعيش بدير ما تعيش بها
أنا تيفا سافر يا محمد وخلي نوف أنا تيفا عيش بدير تعمى تعيش با إيه يا حمود حالي يمنى لأيام جار الله مشاكل ما لها محصي وعدادي ما هي بفرق خليل فاقد خلى لا والله لا شفوه في القلب لا عادي كم لي مزهب طموح عاجز صلى يا الله يا الله تحقق غاية مرادي عبدالله هنا ولا هنا؟ انتوا تعرفون هذا المكان؟ جديد عليكم صح؟ طبعا انتوا وصلتوا عند مقصف الممنوعات
لأن ربي رزقنا متسابقين ما شاء الله تبارك الله يعشقون الممنوعات في هذه القرية. قلت لا بجي استاجر هذا الكوخ رغم يعني انه خسارة مادية شوي لي واجيب الممنوعات انا اوفرها، انا اوفر لك الممنوعات. يعني في اجمل من كذا؟ ايش فيكم خايفين مني انتم؟ انتم حقين ممنوعات صح؟ اي ممنوعات في هذه القرية؟ هروب، جوالات، الزحف، الليفل عندهم ما شاء الله عالي. انا اوفر لكم هذه كلها. لكن تأكد حبيبي اني انا ماني ضو احرق عمري بدون ما استفيد منك. لازم تقدم لي اعطيك، صح ولا لا؟ حبيب قلبي متفاهمين جدا. ابيكم كلكم تروحون تشرفون هناك الله يطول اعماركم. اناديكم ليدر ليدر. تختارون الكروت اللي تشوفون يعني ايش مضمون هذه الكروت. ترى انا ما جيت هنا لاني افيدك اكيد، لكن ترى تاكد اني استمتع جدا بالحاجات العكسيه لك. جلس كنا روح حبيبي بسرعه. ترى رغم اني يعني عصبي وفي يعني كوخ ومقصف، الممنوعات في هذه القرية استراني حبوب، ما راح أرضى عليهم الشيء اللي ما هو كويس. طيبة قلبي أذتني، تعبتك يا روحي وياي، بس تأكد ورب البيت أني استمتع إذا طلعت من عندي وأنت حزين. أوكي مجموعة ودي أقول مجموعة عبد الله خماش، لأن عبد الله خماش ليدر ما هو متمكن من شغلته، فمتسابقين يجلسون أكيد، لكن هاتوا مجموعة بهاج. أنا اليوم اسمي عين خاء مو بعبد الله الخماش، مجموعة بهاج إن شاء الله ماشية. أنت اللي كنت تسرق مقصف المدرسة صح؟ تأكد في هذا الكوخ، ما راح أجيب الشيء إلا اللي سرق. اختار اي كرت من هذه الكروت، انا بعلمك. كروت هذه فيها استبعاد، الكروت هذه للجميع، استبعادها عن فقره، يمكن جوال، يمكن اسمح لك تاخذ جوال طلوع، يمكن اخليك تروح 24 ساعه، يمكن اخليك تروح 5 دقائق، يمكن اعطيك 500 نقطه، يمكن اخذ منك 500. لو راي اجار يا عيال، ترضون علي الخساره يا عيال؟ لا لا اوفر اذا ترضون على اخوكم الخساره. يمكن يعني يجيك 1000 نقطة. حلو، أنا بحاجتها. بس ترى يمكن يعني أخذ أجار المقصف ممنوعات من ظهرك. أوكي؟ يعني ما في شيء إلا فائدة. أيوه. اختار أي كرت وحياك محمد. طيب مكتوب خروج منتج، مكتوب خروج إيش؟ شوف الشيء اللي يجذبك، تبغى تخرج؟ في عروض للخروج. طيب قول له لا إله إلا الله. ليه ما تختار منتج إذا أنت ذكي؟ ترى أنا أفيد، لا يغركم إني أخوف، ترى أفيد يا. هادي اهدى يا هادي، ايش فيك خايف؟ هادي ترى يمكن تروح 24 ساعة يمكن تقهوى. ايش معنى منتج يا هادي؟ منتج ال اخترت الاغراض اللي هي في المنتج. اوكي اوكي اخترت. اختار الكرت وجيبه لي منه بسرعة. الكرت هذا يا محمد استقبال، اخترت استقبال اثنين. يمكن تجيب عائلتك، يمكن اجيب اخوانك، هم هو بيجي عكس يعني. يمكن اجيب اخوياك ويمكن ما اخليك تشوفهم طول البرنامج. لا صار عندي. اوكي محمد تفتح الكرت ولا افتح؟ يعني الامر بيدك، لا تخاف. هات تبي تفتح الكرت؟ ايوه تبي تشوف ايش في الكرت انت يا محمد؟ انا مالي شغل، القرار بيدك يا محمد. هات. سم محمد بس تعال هنا يا محمد، خلني اقراها انا وانت سوا. انت متاكد يعني؟ شوف محمود حبيب قلبي يا محمد، شوف انا محترم كيف ادعيك حمود لا يغرك، بس ترى الحين مجرد انك فتحت خذيت انا 100 نقطه من محمد يا جماعه. اوكي كذا اوكي، قرار كل واحد يختار كرت اخذ منك 100 نقطه، وراي اجار يا شباب، لابد يعني نفيد بعض. اجار الصندوق هات حبيبي،
شو ما عرفت افتح الضربتين. حمد هات، انت متوتر انت خايف. جدا. هات هات قطع اوراقنا انت، اخذ منك 100 زايده. الله يطول عمرك محمد. طبعا محمد فاز معنا في هذا الكرت باستقبال فرد صديق او من عائله في هذه القريه. تستاهل يا ابو حميد، تستاهل تستاهل. بس يا رب يطيح في يدي شخص ما يجونه اهله الى يوم 90. يا رب. شم طلع. تفضل يا محمد. الله يعطيك العافيه. اخذها معي. خذها معك. اعطني ورد. بس ترى انا عندي حتى في قطف الورد يعني حركه. اهم شيء ما يبقى خصم. موفق يا محمد. لا انت. تعال يا هادي. ايش فيك انت خايف مني؟ تطمن. تدري اذا اخذت منتج، بس انا اشور عليك اسلم عليك حبيبي الله يطول عمرك. تدري اذا اخذت منتج يمديك تشارك اخوياك كلهم في النسبه هذه تحصلها في احدى الكروت. تاكد اني انا ما ادور لمصلحتك، لا تخاف مني. عندك جوال؟ تحتاج جوالك انت تنط صح؟ بديت برنامج تهرب ومسوي داعس ومسوي زاحف؟ لا انا خليك تطلع معزز مكرم. اختار كرت يا هادي بسرعه. يا هادي 100 نقطة بسرعة. تفكر في ايش؟ هذا القرار تحدي انت يا محمد. اي يوم تختاره يا محمد؟ هادي ايش اختار معنا؟ خروج. من يومك تحب الهروب يا حم. انا عارف انا عارف، ولا جيت هنا الا في خدمة. تطيح تنكسر تبتلينا بعمرك يعني صعبة. انا استاجر هذا عشان يطول العمر والسلامة افيدك. ايش التوقع يا حب؟ هادي خروج 100 دقيقة برا المنتجع. تستاهل يا حب. كم يوم؟ يستاهل ولا ما يستاهل؟ 100 دقيقة يمديك تستثمرها مشي تنحف اكثر تختفي كيفك. معك 100 دقيقة حب. شرف. تعال مسفر نفس الكلام، اختار لي كرت بسرعة يا مسفر. ترى انا احب الزبون الحي عاش باللذات كل مغامر. مغامر يا مسفر؟ اي نعم مغامر. اختار لي كرت وهذا تعجبني فيك الحماس الاندفاعية اخذه للقرار. ما شاء الله. استقبال او منتج؟ استقبال او منتج؟ تبي استقبال منتج؟ اختار اي كرت من كروت المنتج وعطني اياها يا محمد. تبي تفتح الكرت ولا لا؟ والله يدك بركة كلها. الله يطول عمرك. أنا متأكد والله يعني، لكن إن شاء الله يعني إن شاء الله. كيف منتجاتك؟ كيف تسويق منتجاتك يا محمد؟ ترى أنا خليت منك 100 الحين 300 يعني زربوا خماش صار غني. الله يرزقك يا محمد. حبيب قلبي ترى عيال قاعد أعاني، ترى هنا كتمة، لكن التجارة تحتاج. التجارة تحتاج يا شباب. أيوة والله تحتاج. مسفر صليت الفجر اليوم في الجماعة؟ نعم. مسفر دعت لك الوالدة حفظها الله؟ دايم كل يوم. مسفر نعم. أخوانك يحبونك مسفر؟ أهلي كلهم. مسفر تصدق كم يوم في اللي كل كم يوم كم يعني صدقة في اليوم بيني وبين الله؟ مسفر نعم. أكبر عليك والحظ. مسفر يقدر يشارك كل أخوياه 10% من كل مباشرهم. رح يا مسفر يدك تستاهل يا بركة حبيب قلبي. شكرا. شرف شرف. الله يسعد قلبك. حياك الله. المجموعة اللي بعدها مجموعة مسعود بن شعفول من السعودية. حياكم شباب، لا تطول علي. عايض الفكرة واضحة، الوقت محدود، أنا وراء يعني محل أو كوخ يفتح في هذا الوقت أنا بقفل بسرعة. اختار لي كرت وجبه يا عيال حماس، يا عيال حماس. طيبة قلبي أذيتني، تعبتك يا روحي وياك. ها شفتوا كيف اخترت انت كرت؟ من اللي سمح لك تختار؟ انت تختاره؟ خلاص انت ماجد ارجع وخله في يدك يا ماجد. سام قوانين هذا لا لا خلاص رجع. لا لا ابد قدامي رجع يعني. يا ماجد سام لا لا شبيك حبيب قلبي يا عايض. هذا كرت عايض وهذا خروج. خروج يا عيال عايض تعال هنا كلكم خروج. حاجة تعال هنا يا حاجة في نفسي. تعال هنا يا عايض. ايش فيك خايف؟ هذا حقك يا عايض كرتك؟ لا لا لا. إلا هذا كرتك رقم 3. بسم الله ونفتح كرت عايض ومعي 400 ما شاء الله جمعت 400. عايض اخترت خروج رقم 3 صح؟
عايض ايش توقع يا عايض؟ كم سعر الخروج عندكم يا عيال؟ 500 500 الساعة ساعة 500 الساعة ب 500 تقدر تطلع يا عايض بنص هذا السعر اوكي وصلت؟ حلو يعني 250 يعني تطلع 250 حبيب قلبي ساعة ساعتين خصم. الساعة طلعت ب 250 خصم جاك مثل ما كنت قبل تطلع ساعة واحدة ب 500 ساعتين الحين ب 500 ما عاد ما تبغى تطلع شرفنا خذيت منك يا صديقي التايه 100 نقطة ولا تبغى تطلع أنا سعيد جدا شرف أنا عندي في هذا المكان ما فيه تردد أو جيني واحد أنا ماشي على على, على نظام عاش باللذات كل مغامر أوض رح طالبينك عايض سمعت الشيء اللي اخترته وخليت منك 100 نقطة وتقدر تاخذ هذا الشيء في أي وقت. ماجد معنا كرتك خروج رقم 5 بسم الله الرحمن الرحيم اللهم زد وبارك يا رب اللهم كثر الزاحفين في هذا البرنامج لكي يجوني ما شاء الله تبارك الله. ماجد شيك خايف قرب يعني صراحة مو خايف كثر ما اني تأكد اني مثل اخوك الكبير لا تخاف حلو اسلم شبيك لبيت على الكشك الممنوعات الجميلة والله الله يبيض وجهك على الكشك صراحة لا تخاف ماجد قرب ماجد بشرني انت تعبت في هذه القرية يعني شوي اضحك يا ماجد لا تضحكني انا اللي بضحك خروج 12 ساعه يا الله الف مبروك ماجد الف مبروك قايل لكم يا عيال راح تستانسون معي يا عيال حي خذ الكلام حبيب قلبي يا ماجد حبيبي شرف لا اشوفك بالورده تستاهل ماجد حبيب قلبي تستاهل هلا سعود هاي ملايين حبيب قلبي هاي صار لي كرب بسرعة يا سعود ترى أنا حبوب ترى أنا طيب سمعتوا قراراتي بالله عليكم شفتوا أحد أنا مستعجل أنا ما أحرق دمك أنا ما أقعد ألعب بأعصابك أنا تهبني مشاعرك بسم الله اللهم زد وبارك ما شاء الله تبارك الله يا ذي الكرت اللهم اطرح فيه البركة يا الله ما شاء الله تبارك الله توتر يا حبيبي ماجد كيف كانت تجربتك في البرنامج؟ آسف خذ قلبي ماجد ما تزعل قلبي وراه اخترت ايش انت؟ كرت رقم واحد خروج خروج رقم واحد ان شاء الله ماجد ايش فيك ترتعب؟ سعود لا تخاف سعود ماجد ما خلق قلبك سعود سعود لا تخاف ترى انا خماش حبيبي الكل هذا خماش حبيبي الكل هذا خماش حبيبي الكل خروج رقم واحد صح ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله والف الف الف مليون مبروك خروج 5 دقائق خلف الغني الحمد لله شكرا شكرا ما في ورده شيء تفضل وردة وردة روح سلم على مختار اوكي مجموعة احمد رحيم يا اهلا وسهلا يا مرحبا مجموعة ابو رحيم ملايين الوقت يا عيال انا خاف اقفل تعرفون انا ماخذ من الاداره هذه لازم اجمع فلوس انا ابغى فلوس يا عيال يلا نبدا بسرعه اختاروا كل تعالي ما شاء الله يا مجموعة احمد رحيم كلكم ما شاء الله كشخات ما شاء الله تبارك الله لكن والله الذي لا إله إلا هو الأضحك خروج 4 كلكم خروج صح أنا لازم أكثر الخروج لأني حصلت يعني مردود مادي نفتح كرت رقم 4 خروج 24 يا الله يا كريم وقف بس أنا لعلي تهورت تعرف حب الفلوس بعض الأحيان ما هو بزين يتهور الواحد ويفتح الورقة بسرعة لكن الأمور طيبة بسم الله الرحمن الرحيم وقفوا الورقة وين راحت انت مصلي ذا اليوم في جماعة بشرك متأكد شوف الورقة طاحت هذه هي طاحت صح ترى انا اقرأ يعني انا اعرف ايش مكتوب فيها استقبال فرد لا ما هي استقبال فرد اب 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 الخروج رقم 1 صح 4 الخروج رقم 4 معي يا شباب الخروج رقم 4 تاخذ اغراضك يعني وين تروح تروح فين تروح امزح بس اني اخاف اطلعي من القريه يعني ما مع اخوي قلت ياخذ اي واحد من الاداره ويروح يتقهوى معه وجه يا حب
شرف تلقاهم مع واحد بالاداره ولا مع يعني تطلع يا عديم الاحساس هنا في الكشك هذا انت ما تعرف يعني تطلع مع اي واحد من الاداره فميم لمده تروح تقهوى معه وتتعشى وترجع يا حبيبي برا برا سلام 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 تستاهل تستاهل والله ما تذوقونها لهذه المره يسعدكم ويسر امركم من اللي اختار كرت بسرعه انت بسرعه شنو درجه بسرعه يا حبيب قلبي سرعة شنو يا الكروت عندك يا استاذ سرعه يا الكروت هلا مرحبا انت طالع فوق ترى ما في فوق ايه قاعد يطالع شيء احنا هنا على الكشافات ايوه احنا هنا امتناع شنو بسرعه يا حبي امتناع بسرعه انا في دوجك ايش يعني بسرعه تبغى عندك امتناع عندك استقبال عندك خروج عندك جوال عندك خيارات كثيره عندك المنتجات المهتم منتجاته نفس مسفر حصل 10% منكم كلكم يعني حبيب قلبي انت تعال هنا اسف تعال هنا امتناع اثنين ايه بس ما ادري وش اللي خلاك تختار امتناع اثنين انا احب رقم انت ايش تحب تاكل انت ليه ما تنام كويس عصيد ومرق عصيد ومرق اشتقت العصيد والمرق اي والله طيب ليه تختار امتناع اكيد اني بمنعك من عصيد ومرق نقول والله ما في شيء اصلا ما عندي والله ما معك عقل حبيب قلبي انت شاك تدخل ابراهيم في ذمتك قل لا اله الا الله ايش اتكلم جد العيال هو انت في خطر من ابراهيم ايوه تكفى لا تخوفني ترى قلت لك انا تراني طيب والله اني لبك مستهدف مستهدف والله اني مستهدف طيب عشان كذا انا في اتم سعادتي امتناع تصويت لابراهيم يعني تدخل ابراهيم بدون تصويت لا 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 الله في ذمتك ايوه اقدر طيب اغيرها ما شاء الله تطلع 24 ساعه طول ان شاء الله الايام من هذا الشيء انا سعيد جدا صفقه لنفسي صفقه لنفسي شوف اخوياك يصفقون على احزانك اعرف كيف تختار الصاحب يصفقون على احزانك تعال انت ظلم هذا يا سيد الكروت والله انه ظلم حبيب قلبي الله يطول عمرك تبي خروج درجه اخذت درجه صح درجه يعني درجات صح نقاط انت درجه انت مره دافور دور الدرجات صح شو اسوي راح ان شاء الله اخدم ملفك عندنا ان شاء الله راجع في اسرع وقت لا تخاف حبيب قلبي تاكد اني انا ما همني اي شيء في مشاعرك انت كمتساعد أنا يهمني مشاعرك صراحة يهمني إني أسدد أجار هذا الكوخ وأستمتع إيش التوقع حصلت عليه الله تحب الدرجات صح؟ الله بيسوق الرزق إن شاء الله ولا اخترت إلا الدرجة من حبك للدرجة من حبي لك تأكدوا يا ناس أول شيء خذ وردة تأكد بس أنا أعطيك ذبحتها هذه الله أنا أعطيك أنا أعطيك الوردة عشان أفرحك أول دخولية لنا ومستحيل إني أزعل أحد منكم أو أحد يطلع من هذا الكوخ زعلان طيب ألف مبروك علي العساف صاحب الشخصية الجميلة الله يطول المتألق جميل الابتسامة خصم ألف نقطة بالله لو بو ألف نقطة شرف حبيب قلبي شرف وطيبة قلبي أبتني تعبتك يا روحي وياي أنا بحقي السلام عليكم هلا مرحبا مساك سعيد ملايين جميل شلونك هلا تروح انت قهوه مسوي الولد اللي يعرف يزبن ها لا راح اعوذ بالله ما راح اعاتبك مرة انا جاي اخدم انا بيض الله اختار جوال ثلاثه ليه من تكلم بكلم اهلي شوف ما شاء الله يعني تقنعني انك ما قد كلمتهم ها لا مستشاء الله تبارك الله الامانه عند هذول المتسابقين ما شاء الله تبارك الله جوال رقم ثلاثه انا في وجه الله جميل سم انت تشوف ملامحي كذا بعيدا عن هذا يعني عن عن مقصف الممنوعات وانت تشوفني تحس اني طيب لا الدعوه ذمة والله جميل بس وخر شويه وش تكفون بس وقف انا موكلني مسؤوليه البخار عادي اضغط برجلي يا جماعه مخدوم لازم احط نفسي هيبه يا جماعه فش العلم يا ولد انا حزين والله في هذا القرار وانا اقراه لكن الف لا 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 تقولها حزين جدا ترى يمكن يكون القرار ما استعمل الجوال لنهايه البرنامج تكفى لا تقولها استخدام الجوال بعد البث مده ساعتين يا جماعه انا ما ابيك تجي من ورائي انا اضبطكم يا عيال ورده انا ما وجدت هنا الا عشان انفل سوا لكن من طاح في يدي يا
يلا يا حليله يا حليله اللي بعده. ايوه نسيت الورده. انا سلمي على الوالده. يوصل طال عمرك جدي علي. ابشر طال عمرك. يا قلبي يا حشره، لكنك حشره جميله يعني، يعني فراش فراش كلكم حشرات نحل، كلكم نحل. الله يسعدكم. تيم وفريق الممتع المتألق الجميل الرجل البطل عبد الله الخماش. يا عيال يعلم الله انا في الشغل انا عندي حزب، ترى يعني ما احب امير قلبي لاحد، انا في الشغل انصر. يا طول عمر سامي انتوا ايش تبغون؟ لا تشترون. انا عندي سؤال. انا عندي سؤال. هلا مرحبا. ايش حالك؟ انا عندي سؤال يا ابو خماش. هلا مرحبا. لا اقدر اسلم عليكم. هلا مرحبا. هلا مرحبا. هلا مرحبا. ايش تبغون؟ تبغون نطلع سوا الحين؟ تبغون اعطيكم جوالاتكم؟ يا ابوي امسك انت وياه. ها تفلت في الحبيبي. اوكي كذا قلت عدل. مدكم مثل مد غيركم. سين سؤال يا ابو خماش. جيم جواب. ذا الحين انا اشتري منك 100 نقطة صح ولا لا؟ ايوه. طيب ابغى اشتري منك 300 نقطة. تبغى تشتري مني 300 نقطة؟ ايوه. وإذا كانت عكسية عليك ترى أنا سعيد جدا. مع كل واحد كرت بسرعة اختار أنت وياه، بس بيني بينكم يعني اختاروا الحاجات اللي إن شاء الله يا رب تضحكني عليكم. بسرعة كل واحد يختار كرت. محمد جابر وعلى اليمين كل واحد كرت أفيده جوال مدة دقيقتين ما شاء الله عشان تشوف المقاطع. وأنت تقول إيش؟ ما تصير يا أبو جابر. ما راح أضحك، ما راح أضحك يا عيال. يعني وقتي محدود، يا رب ما يقفلون علي الكشك. ابغى استفيد يا عيال. كم معك دقيقة؟ جوال ها؟ اسمع يا شيخ معك. والله ما ودي انك حصلت هذه الميزة. يعني انك بفريقي وكذا، لكن ألف مبروك. يعني استخدام الجوال على البث لمدة نص ساعة. حلو يا أخي. واحد حلو واحد حلو. يعني لا يتحزب لمجموعته. أنا ما أبين فرحتي. يعني انا ما بين فرح. ايش دعوه اللي ترى المهنيه دور يعني كبير. من هذا من هذا ورقته. انا انت ما شاء الله تبارك الله جايبين اهلك اليوم رضيفه ولا تقسم للليدر. ها عندي هناك خش لك. ايش تتوقع؟ والله ما ادري. انت خذ طرف ايش؟ انت بقلبك انت معنا في البرنامج. اي معك. اي صح. اي انت منتج وسحبت اعطيتك اياه على طول. ايوه انت حصلت منتج زيادة 30% من نقاط المبيعات في سلة المتسابق. شلو كفو كفو. ما فهمت بلعيتك. ما فهمت. ما فهمت طال عمرك. يعني حصلت يعني اعطيتني 100 نقطة صح؟ ايوه. اعطيتك 300 نقطة. فرحت انت؟ اخذ بخار. انت فرحت الحين؟ اعطيتك 30 نقطة. شرف شرف. زيادة 30% من نقاط المبيعات في سلة المتسابق. كرت استبعاد. شرف يا حشره. طيب معك. هلا مرحبا. عظيم. الله يطول عمرك. هلا والله. انت الاب الروحي المتسابقين ويانا والله يسعدك ويسر امرك. الله يا رب انك تجعل فيه البركه. يا ربي حصنتك بذكر الله. يا رب يا كريم. يا ربي وانت ربي. يا ربي وانت ربي. ما شاء الله تبارك الله. لا ترى انا ما بين والله ما بين. ايش دعوه؟ انا في العمل عمل. الله يطول عمرك يا صالح. صالح مختار جوال ها؟ اي جوالي والله. ليه ايش اللي يعني؟ لا ليه كلكم جوالات يا شباب؟ ترى اوفا. كذا والله ما صار. تدري اني اخذت جوال عشان ما حد يقول ان معي جوال. عرفت؟ الف مبروك وسعيد جدا وفخور فيك يا الجميل. ولا اخترت الجوال لانك صدق ما تملك جوال. ايه؟ وانت حاب تاخذه بالشيء بالنظام. طيب خذ لك حرمان من استخدام الجوال عن طريق الرصيد المسموح لمده اسبوع. شرف تسوي زاحف علي. تبغى جوال ها؟ سوي يبغى ساعتين خلف البيت. يا ابوي انا ما اجلس كذا. تعال صالح اعطيك ورده على احزانك، وردة على كل الجروح اللي مريت فيها، وردة على اختياراتك الفاشلة. تعلم منك. سرعة زاحف نسوي فواصل خروج. ها أربع فواصل خروج كتات. بسرعة اختار لي بس ذي. إيه ما في إلا ذي. بسرعة ما عندك إلا هذه البضاعة اللي عندنا. تبغى ولا أروح عند حسن ابن علي سامن ورضيف وعسل والأمور طيب. أنا بجيب لكم من عيوني ثنتين وشني لكم. الله يطول أعمار. أجيب لكم سامن وعسل ورضيف وبيضة بلدي والأمور طيبة. استقبال مسوي مشتاق ها؟ ما شاء الله حبوب هذا الولد. نختار الاستقبال لأنه يبغى يقابل أهله. يا رب خماش ما يظلم. حبيب قلبي شد عمرك. أنت اخترت استقبال. هات أبشر بها. هذا اختيارك استقبال ضيف أو صديق في القناة.
روح روح مجموعة ورد الله يحفظ سعد وخالد. يلا سلام مجموعة سعد وخالد. روحي عنكم، وجدنا هنا في خدمتكم. تأكد في الأول والأخير إني في خدمتك، سعدنا بخدمتكم، شرفوا سرى يا طوال عمر والسلامة. يا شباب سرى سرى وخلوكم هنا يا طوال عمر والسلامة. سرى 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 ترى الاختيارات هذه لهم يعني عادي هذه 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 جوي أنا أشوف كيف الناس عليهم يبغون البضاعة. شوف بن عياش يا هلا اختار درجة الولد دافور ما شاء الله الله يوفقك إن شاء الله راح اسعدك ان شاء الله. ايش تتوقع في هذا الكرت؟ ان شاء الله اتوقع كل خير من وجه خير. والله تاخذ والله تاخذ اختار درجه واحد مو مهتم بالدرجات لكن يا رب نقول الله يسمعنا خير. ابن عياش حبيب قلبي متشرف به الشخص الجميل الشخص المتألق اللي اختار درجة وهو مهتم جدا في موضوع الدرجات. لكن أنا معي أحب أسعدكم كلكم وأول دخولية ولا أحب أكدر خاطر أحد. خذ لك لا تقول خصم لا تقول خصم 500 درجة. أنا أخذ أنا أعطيك شرف اللي بعده. هلا مرحبا طبعا ما خليك لحالك. هلا يا أخي عبد الله من الحمية خروج أبو شساء. لا 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 إيش دار امتناع إيش إيش مص يعني والله ما أدري معرفتك الامتناع يعني إيش إيش يعني أنت فاهم الفكرة شباب خلنا كل شيء أوكي ما هي مشكلة هذا اللي استفادنا. ما شاء الله تبارك الله انت تحب تحضر الفقرات يا ولدي ماني اشوفك على الشاشه ها والله اني احضرها والله اني احضرها كنت جيت من البرنامج يعني ايش قاعد تسوي لابد انك يعني تحضر الفقرات صح. لكن يا طويل العمر والسلامه إيوه. امتناع حضور فقرات الرسميه بدون خصم يعني في الام إيوه. انا ادعسكم يا عيال انا اخليكم على سماعكم ادعس شرف يلا يا حبيبي الله يطول اعمارك يلا ارقد يا ولد ارقد حسبي الله على خماش أعطاه منع من الفقرات يعني ما عاد بنشوفه على البث. حبيب قلبي تبقى امتناع ثالث يلا الله يكون ترى أحبك أنت على مستوى الشخص الله يسعدك يا أبو خماش. بسم الله الرحمن الرحيم يا عيال الوقت يداهمنا. حبيب قلبي أنت تأخر على البث لا تحضر البث دائم الحمد لله. طيب أنت عطيتني 100 ولا استفدت من شيء لأنها امتناع خصم التأخير لحضور البث يعني انت تحضر البث هذه امتناع على الخصم يعني ما ينخصم عليك يعني تاخر تبغى تاخر يعني ارقد على كيفي واقوم على كيف بس مره واحده يعني انا هذا اللي قدرت اخدمكم فيه يا عيال يعني انا ما قد زحمة نعمة خلوني بس اضبط اللوحات واكون نظامي بعدها ندعس شرف حبيب قلب يلا هلا مرحبا هلا مرحبا قبلة عسير عسير الهول والله اني احبكم والله الله يسعدك على الصعيد الشخصي افتح مايكك بس لا ان شاء الله تاخذ خصم الحين مايك وانا اخذت منك 100 ويا لبيه تعس يا ابو خماش تجاره جايتك انا داري دعواتي ما تخيب صرت تاجر حبيب قلبي على مستوى الشخصي تحب عبد الله خماش لا صدق بدون خوف سلم علي ايش فيك خايف ايش فيك خايف كيف سياسه المكان عطني والله اني حزين وانا اقولها والله اني حزين لكن خذ 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 والله اخليك ما بترقد اليوم من الحزن انا متاكد مكافاه 500 نقطه روح يا حلو قلبي تستاهل يا ابو صالح تستاهل يا ابو صالح حلو قلبي الله يطول عمره ماجور السلام كيف انت طبت سلم كيف انت الله يطول عمرك المبروك المبروك يا اخوينا المجمع الله يطول عمرك حلو قلبي ايش هذه الله يمنع يلا همنا دمعة العين متجر واحد متجر واحد يا عيال ليه اختياراتكم كانت يعني ما عاد ليه ما عاد خلوا المتاجر تراها حلوة انجلوسك هنا برنامج متاجر أنا جاي هنا أسعدكم في موضوع المتاجر لكن يا رب حبيب أخوه يعني والله ما أبغى أطول عليك لكن خذ لك وردة يا ولدي الله يسعدك ها وش عمرك خذ لك وردة ثانية خذ لك وردة هذه يعني نبغى افتتاحية ولا ودنا نزعل أحد ولا شيء أنت أعطيك نص وردة بس خله ما أبغى زيادة 25% من نقاط المبيعات فاي تكعب يا خماش أنا كنت مهتم في موضوع المتاجر عشان أخليكم تكونون تجار لكن يختار هروب ليه اختار ليه تقطع حنت
عشان اساعدك اختصر علينا اخي. هذا ما شاء الله كرتك يا سلمان صح؟ هذا كرت. كرت من هذا؟ كرت معجب. هلا مرحبا حبيب قلبي. اي شايفك شايف معجب. ايش اخترت؟ طيب يا عيال كلنا نوقف ونقول ألف مليون مبروك مكافأة ألف المعجب. اشتري ميسي وابو ميسي وكريستيانو. يمشي كذا كذا يمشي كذا كذا. احتفالية معجب احتفالية معجب يا عيال. اسمي اسمي والله اسمي سي. السلام عليكم. هلا مرحبا كيف حالك؟ ما شاء الله. هلا مرحبا متسابقة واسطوانة غاز. الله يسعدك الله يسعدك يطول عمرك حبيب قلبي. انت هارب من اي تحويل؟ الله يطول عمرك. هلا مرحبا. ليه اخترت هذا الكرت بالذات؟ شايف مطعم سمك ما شاء الله فله خصم 500 من نقاط المبيعات في السلة. شد لا خلاص عجبني الفله الضحك الوناسه خلاص. اسالك بالله صادق ما عندي منتج. اي والله اي والله صادق حبيب قلبي. استفل استفل. اطلع لك ارنب. ايش رايك اطلع لك حمامه؟ القم. سعدنا بخدمتكم لهذا اليوم. ان شاء الله اني كنت ضيف بسيط معكم في هذه القريه. يعني مستاجر انشب لكم ادلعكم اضبطكم. اليوم رحمتكم مره. ايش تبغون الايام الجايه؟ الله يطول عمرك يا ماجد حبيب قلبي حبيب قلبي. شكرا لقروب المحتوى الابداعي على هذه الفقره الجميله والاسقاطه الجميله اللي باذن الله انها تكون مختلفه بقياده عبد العزيز العصيمي وبقياده البطل الفخم الجميل المقبول عند الله وخلقه الشيخ ابن الشيخ حبيب الكل حبيب المجموعه هذه الزاحف حقهم اللي اوفر لهم كل شيء اللي زعلهم اوسطهم الشيخ عبد الله خماس. ابو خماس ابو خماس الفاكره مستمره ولا مقر اليوم؟ على حسب قروب المحتوى الابداعي. يعني اذا انتم يعني صرتوا تقولون لا نبغى عبد الله خماس انا اجيكم. انا يعني انا عبد الله اجيب فباذن الله انها تتكرر. وودك انت تقول تبغى عبد الله خماش او ما تبغى عبد الله خماش. حبيبي انا بس اعطيكم يعني حاجات اوفر كي عشان تكون راح اكون متواجد ان شاء الله انكم كنتوا سعيدين. ما حبيت اني اخلي اي شخص من المتسابقين يطلع من كشك المبيعات الممنوعه الا وهو راضي. حزنا البعض وفرحنا الكثير والايام الجايه راح تشوفون ان شاء الله كل ما يسركم ويعجبكم. حب كبير لكم ولدعمكم وان شاء الله تشوفونا في اسقاطات وحاجات جايه. بختفي حبيبي بخاخ والله تعبت انا عشان يلا يلا نيجي عادي يلا واحد اثنين ثلاثة ايوه نفتح خرب خرب هاي.